تسلل وضربة الجزاء، ولم أشاهد في التلفزيون مباريات لكرة القدم إلا إذا كانت مصر تلاعب فريقا أجنبيا، وما حضرتش مباراة في استاد إلا بالصدفة. كنت في جنوب أفريقيا في وفد سياسي بيزور جوهانسبرغ بمناسبة تحررها من العنصرية. في ذلك الوقت كانت هناك مباراة ستقام بين الأهلي والزمالك، واللي كانوا معايا أصروا على أن يذهبوا للمباراة، ورفضوا أن هم يسيبوني لوحدي في الأوتيل لأنه الإقامة في الأوتيل كانت غير آمنة بالمرة. طبعا أنا لا زملكاوي ولا أهلاوي، لكن في الحقيقة كنت بعتبر الأهلي هو حزب الأغلبية في مصر، خصوصا في غياب الأحزاب السياسية، واعتبرت الزمالك حزب المعارضة. وبين الناديين الكبيرين كانت منافسة ديمقراطية، لأنهما كان يتبادلان دائما السلطة الكروية. ولو كان البعض يصف صالح سليم بالمايسترو، فأنا في الحقيقة بعتبره زعيما شعبيا وقائدا جماهيريا. الحريف الكبير بتاعنا النهاردة إلى صالح، إلى أحمد رفعت، ونسكنوه يا ولد، والجول والجول الآن، كف الخشبة، يا سلام، بخت بخت توتنهام. كويس الله يلمن صالح سليم وداخل حلو وشوطة جميلة. هاتلك يا صالح، جول عظيم راح من صالح. صالح سليم المايسترو قائد، المايسترو دايما راسه فوق، المايسترو في أدائه ستايل، المايسترو ليدر، كابتن صالح ليدر، قائد في الملعب، ما كانش مجرد لعيب كرة أو زميل، كاريزما وشخصية ونجم. عايز أقول لك إن في الستينات كان الناس بتقول إيه، في ثلاث شخصيات في مصر بيحكموا مصر: جمال عبد الناصر، أم كلثوم، صالح سليم. كان مواليد 11 سبتمبر، وده اليوم اللي حصل فيه الهجوم على ناطحات السحاب، فكنا حتى يعني دي يقول انا مش مولود في يوم غير عادي يعني، الله يرحمه. انما يعني كان راجل فير جدا في النادي الاهلي، ديمقراطي جدا. فوجئنا بالكابتن صالح يوم فرح ابن او بنت عبد الله فرغلي، كان في احدى الاوتيلات اللي في على النيل، في فرحين احنا الفرح بقى، وانت الناس بتروح اللي في الاول واللي يحضروا الزفه، فروحنا اكتشفنا ان الكابتن صالح موجود قبلنا يمكن بثلاث ساعات. قال انتوا تاخرتوا ليه كابتن يا دوب؟ قال لا، انتوا لازم تيجوا تقفوا جنب صاحبكم. وهو جه قبل عبد الله فرغلي وقال لازم اقف جنبه في اليوم ده، لانه كان يحترم عقليه عبد الله فرغلي جدا، وكان حتى يقول ده انتوا بتعاملوه يعني عبد الله احنا نحب نهزر معاه الله يرحمه، وهو كان راجل، فيقول ده راجل رقيق جدا، انتوا بتتعاملوا معاه كده. طبعا كنا بنعمل مقالب وبتاع وصلاح السعداني والفيشاوي وحركاتنا اللي مش لطيفه دي، فيقول ده راجل رقيق جدا. فانا مره قلت له بقى يا كابتن انت اذا قلت الحكايه دي مش هتاخد ولا صوت في انتخابات الاهلي الله يرحمه. بعد اعتزال صالح سليم الكره باربع سنوات، تولى عام 1971 منصب مدير الكره في النادي الاهلي، ونجح في استقدام مدرب اجنبي حقق انجازات للاهلي في سبعينات القرن الماضي. ولكن صالح سليم بسبب تدخلات خارجية ترك منصب مدير الكرة في النادي. بعد أربع سنوات أخرى خاض صالح سليم انتخابات رئاسة الأهلي أمام الفريق عبد المحسن مرتجي، لكنه حصل على 45% فقط من الأصوات. قرر صالح سليم المحاولة في عام 1980، وفي هذه المرة فاز في الانتخابات ليكون أول لاعب كرة يتولى هذا المنصب طوال تاريخ الرياضة في مصر. نجح صالح سليم في الفوز برئاسة الأهلي خمس مرات أو خمس دورات، وظل في موقعه القيادي 20 عاما، ضاربا رقما قياسيا يصعب تكراره في الرياضة، لكنه تكرر للأسف في الرئاسة والسياسة.